السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج الفهيم. تعرف إيه عن الفيزياء؟ ولا حاجة. طب تعرف إيه عن فيزياء الكم؟ ولا حاجة برضه. ببساطة شديدة، الفيزياء هي مجموعة من القوانين تدي لك مجموعة من النتائج. يعني مثلا لو عندك كرة بلياردو ضربت في كرة بلياردو تانية، الاتنين قفشوا في بعض، ده معروف إن الكرة الأولانية هتروح في اتجاه والكرة التانية معروف هتروح في اتجاه تاني. اما لو مصطلح فيزياء الكم بتدي لك امكانيات كبيره جدا، احتمالات بوتنشياليتيز كتيره جدا في اتجاه الكوره. بص يا سيدي، في واحد اسمه ورنر هايزنبرج، ده واحد من اكبر علماء الفيزياء الكميه او الكوانتم فيزيكس. يعني الراجل ده بيقول لك ايه، احنا لما نيجي نبص او نراقب حاجه كل من المراقب والمراقب بيتغيروا، زي ما انت لما تيجي تبص على الماضي بتاعك انت بتتغير زي ما الماضي بتاعك بيتغير، وانت بتغير كل حاجه بالشكل اللي انت بتبص لها بيه. ايه انت بتقول ايه؟ في واحد اسمه دين رادي من انستيتيوت اوف نيوريك ساينسز او معهد العلوم العصبيه، عمل ايه الراجل ده؟ عمل ايه؟ اكيد عمل عامله منيله ب60 نيله. قول اخلص. ده بكل بساطه جاب كمبيوتر وقال له يجمع صور عشوائيه، صور مثيرة، صور مخيفة، صور عموما تكون متعلقة ومرتبطة بالعاطفة بتاعت الشخص. يعني مثلا لما تشوف قطة مثلا تقول الله كيوت وكل الكلام ده، صور بتخليك تخلي عاطفتك هي اللي تتحكم. فبالتالي جاب مجموعة من المتطوعين وعرض عليهم الصور دي وبدأ يقيس رد فعل أجسامهم. طبعا زي ما هو متوقع، في منهم كان بيخاف لو هي الصورة مخيفة، في منهم ضربات قلبه بتزيد لو الصورة مثيرة قوي او كلام من ده. فممكن واحد يجي يقول طب ايه العجيب في كده، ان اي حد طبيعي يعني لو شاف اي صورة مخيفة هيخاف، يعني ايه البوينت يعني عجيب في كده بقى يا كابتن؟ هقول لك، انا اوضح لك بكل سهولة. راح تعمق اكتر في التجربة وزود الضغط على المتطوعين، فلقى ان الجسم بيعمل رد فعل للصورة قبل ما تتعرض بواحد من 10 ثانية. اذا انت مفكر الكلام ده كلام عادي، فالكلام ده كلام كبير جدا، كلام يعني كلام خطير. انك تعرف حاجة قبل ما تعرفها بواحد من 10 ثانية، ده سبحان الله يعني حاجة عجيبة. طب ازاي؟ درادن قالك ان الجسم بيرسل كوانتم ويف عشان يقابل بها مستقبله. طبعا انت ممكن تقول دلوقتي طب انا مش فاهم، يعني انا مش فاهم، طب انا المستقبل المفروض انا اعرف ايه اللي هيحصل في المستقبل، طب ليه انا ما بعرفش؟ اشرح لي كده. هقول لك، لان مخك بيظبط المعلومات وبيبطئها عشان تقدر تستوعبها، عشان تقدر تستوعبها في الكونشسنس بتاعك. كم مره تعمل حاجه وما تطلعش هي وتقول يا انا كنت عارف لو كنت بس انت فعلا كنت عارف، لان جسمك بعت رسالة لمستقبلك والمستقبل رد عليه والاثنين كلموا بعض. واخيرا وليس اخرا، ما تنساش تعمل شير ولايك، ولو انت على اليوتيوب تشترك. طبعا اشترك، انت عارف انك هتشترك، انت عارف قبل ما تعرف، اشترك.